وحول المضامين الهامة لكلمة جلالة الملك المفدى معنا عبر الهاتف من دبي الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع. مساء الخير سيد عبد الله. مساء النور. جلالة الملك المفدى أشاد في كلمته بما قامت به دولة الإمارات الشقيقة من خطوة شجاعة لإحياء السلام في المنطقة بالتوصل لاتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل، كيف تعلق بخصوص ذلك؟ حقيقة يعني جلالة الملك كانت كلمته قبل قليل في اجتماع الجمعية الأمم المتحدة يعني كلمة شاملة ووافية لأمور وقضايا المنطقة، ربما يعني ربما العنوان الأبرز لتثمينه دور المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار في المنطقة الشرق الأوسط. وأيضا أعود إلى سؤالك عن الشجاعة الإماراتية في تحقيق هذا السلام التاريخي، وإشادة حقيقة جلالة الملك في كلمته لهذا، وهو إشارة مهمة إلى أن دول المنطقة حقيقة يأست من الصراعات ويأست من الحروب، وهذه ما كان واضحا لدى الشعوب المنطقة، وهذا ما قدمت عليه خطوة شجاعة لإحياء السلام في المنطقة، مؤكد حقيقة أن هذا الاتفاق هو اتفاق سلام تاريخي يضمن الحق الكلي والكامل للشعب الفلسطيني في عودة يعني أراضيه وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين. هذا حقيقة حتى ما كان واضحا في حديثه بكلمته وتصريحه أن مملكة البحرين حقيقة تدعو إلى تكثيف الجهود في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهذا ما كانت تضمنته حقيقة اتفاقية السلام التي أبرمتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع الجانب الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية قبل أسابيع. أيضا نقف عند يعني كلمة مهمة جدا أو محور استراتيجي لكلمة جلالة الملك في حرص المملكة البحرين في اللحظات الأولى من انتشار جائحة كورونا بتقديم التعاون والتضامن والتنسيق الواضح مع دول العالم، وهذا ما تكلل حقيقة بنجاح الجهات الخط الدفاع الأول في مملكة البحرين في التصدي لهذه الجائحة ووصول إلى أرقام ربما هي الأفضل من دول المنطقة. أيضا هناك يعني خلال كلمة العاهل البحريني حقيقة حفظه الله أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المنعقدة الحقيقة 75، في أنه يؤكد الإعلان عن إقامة علاقات مع إسرائيل ليس الهدف إلا هو نشر السلام ومد يد مملكة البحرين بالتكاتف مع دول المنطقة لإحياء عملية السلام في المنطقة وإنهاء الصراعات حقيقة. أيضا في نقطة مهمة عندما أشاد بدور الاستراتيجي لمصر والجهود المبذولة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقرار ليبيا والمبادرات التي تدعم حقيقة الفصائل الليبية لعودة الاستقرار والأمن في ليبيا. كل النقاط والمحاور التي كانت في كلمة جلالة الملك حفظه الله كانت يعني شاملة ورؤية ثاقبة صائبة لقضايا منطقة الشرق الأوسط وتحديدا المنطقة العربية. نعم، من دبي الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع، شكرا جزيلا لك.